دمار حوثي عابر للحدود يحاول استهداف جنوب المملكة العربية السعودية، إلا أن التحالف العربي يتمكن من صده. فبشكل متواصل يطلق الحوثيون صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مناطق سعودية. تقول الإحصائيات إن نحو 400 طائرة مسيرة مفخخة وما لا يقل عن 330 صاروخا باليستيا أطلقتهم ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية. ولم يتوقف عدوان الحوثيين عند هذا الحد، ولكنهم أيضا استخدموا أكثر من 150 لغما بحريا و48 زورقا مفخخا. عدوان متكرر يتمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن في كل مرة من صده، لكنه أصبح يستوجب تحركا دوليا حازما لوقف تصرفات ميليشيات الحوثي التي تعبث بالأمن الإقليمي والدولي. الانتهاكات الحوثية في اليمن باتت ترقى إلى حد جرائم الحرب التي تتنافى مع كافة الأعراف والقوانين الدولية. الميليشيات الحوثية تواصل اعتداءات على المدنيين وتستمر في تهريب الأسلحة إلى داخل اليمن أملاً في تغذية الصراع هناك. بشكل متواصل تطلق ميليشيات الحوثي صواريخها البالستية وطائراتها المسيرة المفخخة في اتجاه الأعيان المدنية في السعودية. دمار حوثي عابر للحدود السعودية ويستهدف المملكة ومدنيها، بينما ينجح تحالف دعم الشرعية في اليمن في كل مرة في صد هذا العدوان، لكنه يستوجب أيضا تحركا حازما لتصرفات ميليشيات تعبث بالأمن الإقليمي والدولي. للحديث بشكل أوسع حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من جدة الأكاديمي والباحث الدكتور خالد بطرفي. دكتور خالد، هذا العبث من قبل الميليشيات الحوثية بشكل مستمر تجاه المملكة وتجاه الأعيان المدنية ربما ما زال مستمر حتى هذه اللحظة وحتى مساء البارحة، هذا الدعم الكبير الذي يقدم لهذه الميليشيا من قبل النظام الإيراني على سبيل يعني ربما التحديد ونكون أكثر دقة، ألا ترى بأنه يستوجب وقفة للمجتمع الدولي تجاه هذه الإمدادات الإرهابية للميليشيا الحوثية؟ أنا أتفق معك، ولكن أقول بأنها ليست إيران فقط، أيضا قطر ثبت الآن أنها تدعم الحوثيين، دعمتهم في السابق ثم استمرت في هذا الدعم بعد خروجها من التحالف بشكل أوضح وأكثر صراحة. فإذا نحن أمام دولتين مارقتين تقومان بكسر قرارات مجلس الأمن. قرارات مجلس الأمن جاء تحت الفصل السابع 22-16 بحظر السلاح، بيع أو تقديم السلاح أو المساعدة العسكرية للحوثيين، وفرض حصار على موانئ اليمن ويعني أجواءها لمنع ذلك. هذا القرار الصارم من مجلس الأمن يكسر كل يوم، وآخر ما سمعناه هو التقرير الذي قدمه قبل 3 أسابيع أمين عام الأمم المتحدة لمجلس الأمن، يؤكد أن مصادر هذه الصواريخ هي إيرانية، ويؤكد على أن معظم التسليح الذي لدى الحوثيين وهو التسليح المتقدم كالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة والزوارق المفخخة هي كلها إيرانية، وبالتالي لم نرى تحركا أمميا على المستوى المطلوب. يعني نسمع من يبدي القلق ونسمع من يتعاطف معنا أو يخرج بتصريح ضد هذا التعدي، ولكن لم يفعلوا شيء. والآن هناك باخرة مليئة بالنفط بأطنان النفط تهدد الملاحة في البحر الأحمر، وأيضا لم تتحرك الأمم المتحدة، ولذلك يعني تفضل أردت أن أقول فقط أنه لذلك ليعذرونا. طيب ابقى معي سيد خالد، سأعود لهذه النقطة تحديدا وتأثيرها الاقتصادي، ولكن ابقى معي لنستمع إلى ما يقول الخبراء عن سر وجود واستمرار هذه الميليشيا. الحوثية تعتمد اعتماد كامل على الإسناد الخارجي، أما هي كتكوين داخلي حتى ولو أيدتها بعض القبائل وحتى لو كان له تعاطف سياسي من بعض التكوينات، لكن قدرته على أن يغالب الدولة اليمنية ابتداء ثم يدخل صنعاء وينتج انقلاب ما كان لهذا الأمر أن يتحقق لولا دعم خارجي. نظرنا للأعداد التي تم ولله الحمد يعني استهدافها واكتشافها
وإسقاطها والتعامل معها بكامل حرفية. نجد أن هنالك أكثر من 414 طائرة بدون طيار، وكذلك 330 صاروخ باليستي تم التعامل معها. وأيضا كانت هنالك القوات البحرية يعني عملت بمستوى يعني أذهل. إذن ربما هذا كان تعليق وكيل وزارة الإعلام اليمني وأيضا أحد الخبراء العسكريين في السعودية. ولكن دكتور خالد، ألا ترى بأن هذه الميليشيا الحوثية تطلق الصواريخ وتطلق الطائرات المسيرة المفخخة لا تطلقها عبثا فقط وتجاه العيال المدنية، ولكن هي تستهدف أيضا اقتصاد المملكة العربية السعودية حينما تقوم بمثل هذه الأعمال التخريبية وتستهدف بعض منشآت الطاقة وبعض الأماكن الحيوية مثل المطارات؟ نعم، هي تستهدف المدنيين وتستهدف الاقتصاد السعودي والصناعة النفطية تحديدا، وتستهدف أيضا المضائق البحرية مثل مضيق باب المندب، وبالتالي هي تستهدف الاقتصاد العالمي كله وليس نحن فقط. يعني من خلال باب المندب تمر حوالي 10% من اقتصاديات أوروبا من شحنات النفط إلى أوروبا، وأيضا تهديد الملاحة في بحر العرب، تهديد الصناعة النفطية عندما يعني ضربوا إبقيق ومنشآت النفطية في شرق المملكة ارتفعت أسعار النفط. نعم. ولولا أن المملكة تداركت هذا الأمر بحرفية عالية وقامت بتعويض النقص في النفط وإصلاح الأضرار في وقت قصير لكان الاقتصاد العالمي تضرر ضررا بليغا. ولذلك أنا أستغرب أن الجميع يعتمد علينا يعني إصلاح ما تخلفه هذه الميليشيات من أضرار، رغم أن الأضرار تمسهم جميعا ولا تمسنا نحن فقط. نعم، شكرا لك يا ضيفي من جدة الدكتور خالد باطرفي، كنت ضيفا معي لهذه الفقرة من حلقة اليوم، شكرا لك.